شروط الدعوة أو شروط قدر الدعوة هي لا علاقة لها، لا علاقة لها بموضوع النزاع، لا علاقة لها بالحق المفزع فيه، لا علاقة لها بمحل الدعوة. فهي شروط فرضها القانون أو تطلبها القانون في المتقاضي، في الشخص الذي يلجأ للقضاء من أجل رفع الدعوة. وتتمثل هذه الشروط وفقا للمادة الأولى من قانون النسبة المدنية في أربعة شروط. الشرط الأول الذي يتمثل في الصفة أي أن ترفع الدعوة من قبل شخص ذي صفة. والشرط الثاني يتمثل في الأهلية أي أن ترفع الدعوة من قبل شخص له أهلية التقاضي. والشرط الثالث أن ترفع الدعوة من قبل صاحب المصلحة. والشرط الرابع والأخير أن يحصل أو أن يكون بيد الشخص رافع الدعوة الإذن بالتقاضي عندما يفرضه القانون. لأن هذا الإذن يفرضه القانون في حالات معينة. كما قلت هذه الشروط هي مطلوبة من أجل نظر القاضي في موضوع النزاع، ولا علاقة لها بموضوع النزاع. وبالتالي فمثلاً إذا توفرت هذه الشروط فيصرح القاضي بقبول الدعوة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفصل في موضوع الدعوة أو في موضوع النزاع. فرغم قبول الدعوة من قبل القاضي بتوفر هذه الشروط، قد يحكم بعدم وجود الحق الذي يدعيه المدعي، بمعنى قد لا يستجيب لطلبات المدعي ويحكم برفض الطلب أو برفض الدعوة. وفي حالات أخرى قد لا يتوفر شرط من هذه الشروط ويصرح القاضي أو يحكم القاضي بعدم قبول الدعوة. فعندما يحكم القاضي بعدم قبول الدعوة فذلك لا يعني أن الشخص الذي حكمت المحكمة ضده بعدم قبول الدعوة غير صاحب حق أو غير محق فيما يدعيه، فقد يقوم بتصحيح القسطرة أو قد تتوفر لاحقا الشروط المطلوبة ويقوم برفع الدعوة من جديد، وتحكم المحكمة بأنه ذي حق أو صاحب حق أو بأحقية ما يدعي. لقبول الدعوة فهي تتمثل في شرط الصفة ثم الأهلية ثم المصلحة ثم التقاضي عندما يحمله القاضي. بخصوص الشرط الأول أو شرط الصفة، الشرط الأول المتمثل في شرط الصفة، فالمقصود من الصفة والمقصود من هذا الشرط، المقصود من شرط الصفة أن تكون لدى الشخص، أن تكون لدى الشخص حقية القيام بإجراءات الدعوة. المقصود بهذا الشرط أن تكون لدى الشخص أحقية مباشرة الدعوة أو أحقية رفع الدعوة أو أحقية القيام بإجراءات الدعوة. وحسب الفقه يقصد بالصفة، وحسب الفقه يقصد بالصفة ولاية الشخص بمباشرة الدعوة. حسب الفقه يقصد بالصفة ولاية الشخص لمباشرة الدعوة. وهذه الصفة تتوفر أو تثبت، وهذه الصفة تتوفر أو تثبت لكل شخص، والصفة تثبت وتتوفر في كل شخص يدعي حقا لنفسه.
والصفة تثبت لكل شخص يدعي حقا لنفسه وتكون له علاقة أو صلة بالنزاع المتعلق بهذا الحق. والصفة تثبت أو تكون أو تتوفر لدى كل شخص يدعي حقا لنفسه وتكون له صلة أو علاقة بالنزاع المتعلق بهذا الحق. فمثلاً في دعوة إفراغ، فمثلاً في دعوة إفراغ محل معين، في دعوة إفراغ محل معين، نقول بأن الدعوة مرفوعة من المدعي، نقول بأن الدعوة مرفوعة من المدعي بصفته مكريا، نقول بأن الدعوة مرفوعة من المدعي بصفته مكريا، وضد المدعي عليه بصفته مكتريا، وضد المدعى عليه بصفته مبتليا. وعلى مستوى دعوى أداة الدين نقول بأن الدعوى ترفع من قبل المدعي بصفته دائما، نقول بأن الدعوى ترفع من المدعي بصفته دائما وضد المدعي عليه بصفته بديلا. إذا كما قلت الصفة تعني تكون للشخص علاقة بموضوع الدعوة أو بموضوع النزاع وأن يدعي حقا بنفسه. مثلا لا يمكن رفع دعوة من قبل شخص، للمطالبة بتعويض أضرار الجوار إذا لم يكن هذا الشخص جارا، كذلك لا تقبل الدعوة التي ترفع من قبل شخص، للمطالبة بإبطال عقد معين، إذا لم يكن هذا الشخص طرفا في العقد، فعندما يكون طرفا في العقد تكون له صفة رفع دعوى إبطال هذا العقد. كما قلنا فالصفة تتوفر في المدعي بمجرد أن يدعي حقا لنفسه أو أن يطالب بشيء لنفسه. وذلك بصرف النظر عن كون ما يطالب به وبمثابة حق يقرره القانون لفائدته، بعبارة أخرى فالمدعي تكون له الصفة في رفع الدعوى
بمجرد أن يطالب من القضاء الحكم له بشيء أو بحق يستفيد منه شخصيا، وذلك بغض النظر أو بصرف النظر عن مدى كون هذا الحق يقره أو لا يقره القانون لفائدة هذا الشخص. إضافة إلى ذلك، الصفة تتوفر لدى الشخص الذي يدعي شيئا لنفسه، الصفة تتوفر لدى الشخص الذي يدعي شيئا لنفسه أو يدعي حقا لنفسه بصرف النظر عن مدى ثبوت أو عدم ثبوت هذا الحق. الصفة تتوفر لدى المدعي أو لدى الشخص بصرف النظر عن مدى ثبوت أو عدم ثبوت الحق الذي يدعيه لنفسه. وبعبارة أخرى يجب الفصل والتمييز بين الصفة والحق المطالب به. الصفة في الدعوة مستقلة عن ثبوت أو عدم ثبوت الحق المدعى به. فالصفة في الدعوة مستقلة عن ثبوت أو عدم ثبوت الحق المدعى به. فمثلاً المدعي الذي يطالب باستحقاق عقار معين، بمعنى المدعي الذي يقوم برفع دعوى استحقاق العقار، ولم يدلي هذا المدعي بشهادة أو برسم ملكية العقار. شخص قام برفع دعوى يطالب من المحكمة أن تحكم له بتملكه لهذا العقار أو استحقاقه لهذا العقار، ولكنه لم يدلي بشهادة ملكية هذا العقار. فهذا المدعي له الصفة في رفع هذه الدعوة. لأنه يدعي حقا لنفسه. فهذا المدعي له الصفة في رفع هذه الدعوة لكونه يدعي الاستحقاق لنفسه. أما بخصوص إلا برسم الملكية أو شهادة الملكية، فهذا الأمر يتعلق بإثبات الحق. أما بخصوص الإدلاء بحق أو برسم الملكية فهذا الأمر يتعلق بإثبات الحق، وهو مختلف، وهو أمر يختلف عن إثبات الصفة، بناء على ما سبق، فالمدعي يعفى من إثبات الصفة عندما يدعي شيئا أو حقا لنفسه. وفي هذه الحالة عندما يدعي الشخص حقا لنفسه فالصفة فيه مفترضة.
أي أن الصفة مفترضة في المدعي الذي يدعي شيئاً أو حقاً بنفسه. لكن في بعض الحالات الاستثنائية، ورغم أن المدعي يدعي حقاً لنفسه، فيجب عليه إثبات الصفة حتى تقبل دعواه. كمثال لهذه الحالة الاستثنائية، حالة قيام الورثة برفع دعوى ضد شخص معين، لاستخلاص أو لإلزامه بأداء دينه، متلتب لمورثهم في ذمة المدعى عليه، بمعنى الورثة يرفع دعوى ضد الشخص في ضمهم على الدين. شكون اللي كان يسال الدين؟ الجوع، الشخص المتوفي. هذا الدين يسمح بالمشتغلات او المحاصيل ديال التاليه، وبالتالي بالنسبه للورثه عندهم حق حول هذا الدين، يسمح بحقهم الحصول على هذا الدين. اذا هذه الحاله بالنسبه للورثه يدعي الحق نفسهم، وكيطالبوا بهذا الدين لمصلحتهم، ولكن رغم ذلك يجب عليهم اخبار صفتهم من اجل قبول الدعوه. كيفاش يكون الصفه ديالهم؟ خصهم يديروا الاحترام بما يثبت بانه ورثه الشخص المتوفي الذي لكان له حق على هذا الدين، بمعنى يديروا بشهاده وفاه الشخص المعين والاداء بشهاده الاراده. اذا قلت بخصوص هذا المثال، فيجب على الورثه إثبات كونهم ورثة الهالك، بإثبات صفتهم في الدعوة أو صفتهم في الدقائق، أو صفته في رفع هذه الدعوة. كذلك دائما بخصوص صفة الدعوة يجب التمييز بين الصفة كشرط لقبول الدعوة وبين الصفة الإجرائية. فنتحدث عن الصفة الإجرائية عندما يمنح المال لشخص معين. صلاحية القيام بإجراءات التقاضي باسم شخص آخر. فالصفة الإجرائية هي صلاحية قيام شخص معين بمباشرة إجراءات التقاضي باسم الغير أو باسم شخص آخر هو صاحب الحق. إجراءات التقاضي باسم شخص آخر هو
هو صاحب الحق، أي هو الذي له الصفة الدعوة قيام شخص بمباشرة إجراءات الحقاب باسم شخص آخر هو الذي له صفة الدعوة أو هو صاحب الحق. وبالتالي فعندما نتحدث عن الصفة الإجرائية فهذه الصفة تكون عندما نتحدث عن الصفة الإجرائية فهذه الصفة تكون للممثل القانوني لشخص معين. وكمثال على ذلك دعوى القاصر فهذه الدعوة ترفع من قبل نائبه الشرعي ولكن هل نائب الشرعي يدعي حقا لنفسه؟ هل النائب الشرعي صلة بموضوع النزاع؟ وبالتالي فالنائب الشرعي ليست له صفة في الدعوة. الصفة في الدعوة تكون سيد قاسم لأنه هو صاحب الحق، هو الذي له صلة بموضوع النزاع. وبالتالي فالنائب الشرعي تكون له فقط الصفة الإجرائية، صفة مباشرة إجراءات القاضي نيابة عن الشخص القاسم. إذا فالصفة الإجرائية تكون للنائب الشرعي، أما الصفة في الدعوة فتكون للقاصر. نفس الأمر بخصوص الدعوة التي يرفعها الممثل القانوني للشخص المعنوي. كرئيس الحكومة، خصوص الدولة، شخص معنوي، أو رئيس جمعية، أو مدير شركة، باعتبارها شخص معنوي. فبخصوص هذه الدعوة، فالممثل القانوني للشخص المعنوي تكون له فقط الصفة الإجرائية. أما صفة الدعوة أو صفة الدعوة فتكون للشخص المعنوي الذي له علاقة بمحل الدعوة أو بموضوع الدعوة. وتتمثل فائدة التمييز بين الصفة الدعوة والصفة الإجرائية بأنه إذا زالت أو عند زوال الصفة النائسير عند زوال الصفة في الدعوة أثناء سير الخصومة فيحكم القاضي بعدم قبول الدعوة أثناء سير الخصومة فيحكم القاضي بعدم قبول الدعوة. وعندما نتحدث عن شروط الدعوة الصفة والمصلحة والأهمية إلى غير ذلك، من شروط
أن تكون قائمة عند رفع الدعوة وتظل مستمرة إلى حين الحكم في الدعوة. فزوال شرط من هذه الشروط يسمح للقاضي بالحكم بعدم قبول الدعوة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالصفة الإجرامية ففي حالة زوال هذه الصفة فعند زوال هذه الصفة أثناء سير الخصومة فذلك لا يؤدي إلى عدم قبول الدعوة بل فقط يتم تصحيح اللصق تنقطع الدعوة إلى حين تصحيح اللصق. أيضا هناك من يميز بين صفة الدعوة وما سمي بالصفة الاستدلال. فالصفة الدعوة هي كما قلنا عندما يدعي شخص حقا لنفسه. أما بخصوص المقصود بالصفة الاستثنائية فهي تعني قيام شخص بالمطالبة بحق بنفسه ولكن هذا الحق الذي يطالب به هو حق مملوك لشخص آخر. قيام الشخص بالمطالبة بحق لنفسه مثلا أن يقوم الداعي برفع دعوة ضد شخص معين لمطالبته بأداء حق لهذا الداعي. ولكن هذا الحق ليس مملوكا للداعي ولكنه مملوك لمدين الداعي. مثلا أنا كنسلم الأستاذ الدروس مركز المدينة. أنا ما نرفعش دعوة للبلدان، كان بعد دعوة في المستدى يقول لك الفلوس اللي كانت سالت المستدى عطاهم. إذا أنا شو كندير؟ كان فرد دعوة كان طرح هي شخصيا ولكن هذا حق اللي كان طرحه ماشي ديالي، هو حق مملوك لشخص آخر هو مدين الدار. وهذه الدعوة تسمى بالدعوة الاستثنائية أو الدعوة الغير المباشرة أو الدعوة الدوليانية. فالدعوة غير منظمة شيء القضية، ولكن كيف تطبيقات لهذه الدعوة على مستوى التشريع المالي. إذن هذا بخصوص شرط السن قلنا ما يجب التركيز عليه
وأنه عندما نتحدث عن شرط الصلة كشرط موضوع وأساسي لقبول الدعوة، فالمقصود من ذلك أن تكون للمدعي صلة وعلاقة بموضوع النزاع، وأن يدعي شيئاً معيناً لنفسه. فكل شخص يدعي حقاً أو شيئاً لنفسه كما قلنا تتوفر فيه صفة الادعاء أو الصفة في رفع الدعوة، مع التمييز، مع التمييز بين الصفة في رفع الدعوة والصفة الإجرامية التي تكون لبعض الأشخاص، وخصوصاً الممثل القانوني شخص آخر. فهذه الصفة الإجرامية تعني فقط أن هذا الشخص له صلاحية القيام بإجراءات الدعوة، ولا تعني الصفة الدعوة. فالصفة الدعوة تكون فقط للشخص الذي يمثل هذا الممثل القانوني. إذا كما قلت يجب معرفة الصفة وتمييزها بشكل خاص عن الصفة الإجرامية، لأن إذا ما عرفت هذه الشروط الأساسية للدعوة وخصوصا الصفة والمصلحة، ما تقدرش توصل بشكل سليم موضوع الدعوة. إذا إضافة إلى الصفة هناك شرط آخر هو شرط الأهلية، هو شرط الأهلية. بخصوص القيام بأي تصرف أو يتوقف على توقف الأهلية المطلوبة من أجل إنجاز هذا التصرف، وبخصوص أهلية التقاضي أو أهلية رفع الدعوة، وبالنسبة لأهلية التقاضي أهلية رفع الدعوة، فالمقصود من ذلك المقصود من أهلية التقاضي صلاحية الشخص، صلاحية الشخص المقصود بأهلية التقاضي صلاحية الشخص من أجل القيام من الأعمال الإجرائية أو من أجل القيام بإجراءات أمام القضاء، صلاحية الشخص للقيام بإجراءات أمام القضاء. والقاعدة أو كمبدأ أنه يجب أن تتوفر الأهلية الكاملة في المتقاضي. عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي أو ذاتي، يجب أن تتوفر الأهلية الكاملة في الشخص الطبيعي أو المتقاضي الشخص الطبيعي. والأهلية الكاملة تتوفر في الشخص الطبيعي ببلوغه سن الرشد. والأهلية الكاملة تتوفر في الشخص الطبيعي ببلوغه سن الرشد أو من خلال ترشيد. الأهلية الكاملة تتوفر لدى الشخص ببلوغه سن الرشد أو عند ترشيد. وبناء عليه إذا رفعت الدعوة من شخص لا أهلية له، وبناء عليه إذا رفعت الدعوة من شخص لا أهلية له أو رفعت ضد شخص لا أهلية له فالمحكمة تصرح بعدم قبول الدعوة،
فالمحكمة تصرح بعدم قبول الدعوة. طبعاً ما لم يتم تصريح المسطرة بعد توجيه الإنذار بخصوص هذا التصريح. فالمحكمة تصرح بعدم قبول الدعوة ما لم يتم تصريح هذا الخلل. وكمثال على ذلك قيام شخص برفع دعوى ضد شخص كيد. قيام شخص برفع دعوى ضد شخص كيد، وكما تعلمون الشخص الميت لا أهلية له. الشخص الميت لا أهلية له. وكما هو الشأن بالنسبة لشرط الصفة، فيجب بقاء شرط الأهلية، خلال جميع مراحل الدعوة. فإذا فقدت أو تغيرت هذه الأهلية، أثناء سير الدعوة، فيمكن للقاضي رغم ذلك الحكم في الدعوة والبث فيها، إذا كانت هذه الدعوة جاهزة للحكم، أما إذا فقدت الأهلية، ولم تكن الدعوة جاهزة للحكم، فيجب على القاضي استدعاء من له الصفة لمواصلة الدعوة. لمواصلة إجراءات الدعوة. كما هو الشأن لك في حالة وفاة أحد أطراف الدعوة قبل الحكم في الدعوة. فإذا لم تكن الدعوة جاهزة فيجب على القاضي استدعاء ورثة هذا الشخص المتوفي لمواصلة إجراءات الدعوة. وبناء على ما سبق وما دام المشرع يشترط الأهلية الكاملة، ففاقد الأهلية أو ناقص أهلية، ليس أهلا لمباشرة الدعوة. بل يجب أن يتوب عنه النائب الشرعي. النائب الشرعي إذا تعلق الأمر بقاصر أو شخص ناقص أهلية أو بشخص عديد الأهلية كالشخص ليس أهلية والشخص المشكوك فغيره. إذا بالنسبة للشخص ناقص أهلية أو عديد أهلية فيجب أن يدور عنه نائبه الشرعي. ولكن كما قلت في
يدخل هذا القاصر من قبل الداء الشرعي على مستوى القاضي. أولا الدعاوى التي ترفع أمام الحاكم تكون فيها البسقرة كتابية وليس صدر، بمعنى التراضي عن طريقك مذكرات مكتوبة، وعندما يفرض المشرع البسقرة الكتابية في الدعوة المعينة فذلك يعني ضرورة الاستعانة بمحامي، لأن إذا رجعنا إلى القانون المنظم للمحاماة سوف تجدون نص صريح لأن المحامي هو الذي يحتضر تنفيذ الأشخاص أمام القضاء ومباشرة إجراءات تقارير. إذا إليك القاصر بغي يرفع دعوة معينة، وهذه الدعوة فرض المشرع اعتماد المسطرة الكتابية بشكل. إذا شنو دور النائب الشرعي؟ واش النائب الشرعي يرفع الدعوة؟ لأن المشرع فرض المسطرة الكتابية فرض ضرورة الاستعانة المحامي. إذا النائب الشرعي شنو كيفاش حصل الدور ديالو في هذا الحال؟ فقط توكيل محامي نيابة عن الخاص. مهمة النائب الشرعي عندما تكون المسطرة الكتابية تتمثل فقط في توكيل محامي للنيابة عن هذا الخاص، ولكن لك بالمسطرة الشرعية آنذاك يقوم هذا النائب الشرعي بمختلف الإجراءات نيابة عن الخاص. إذا قلنا فالشخص كما قلنا باغي أهليا أو الشخص باغي أهليا ليس أهلا لمباشرة الدعوة بل يدوب عنه النائب الشرعي، ولكن هذه القاعدة المتعلقة بضرورة تمثيل القاصر من قبل النائب الشرعي على مستوى التقاضي، لكن هذه القاعدة المتعلقة بضرورة تمثيل النائب الشرعي للقاصر على مستوى التقاضي تعرف بعض الاستثناءات، بعبارة أخرى أنه في بعض الحالات يجوز للقاصر التقاضي بصفته الشخصية رغم عدم اكتمال أهليته. في بعض الحالات يجوز للقاصر التقاضي بصفة شخصية أي دون النائب الشرعي، لكن في حالات معينة. من بين هذه الحالات والاستثناءات التي يجوز فيها للقاصر التقاضي بشكل شخصي، الحالة الواردة في مدونة الأسرة بين هذه الاستثناءات التي تسمح للقاصر بالتقاضي بشكل شخصي، الحالة المذكورة والواردة في مدونة الأسرة والمتعلقة بزواج القاصر، فيمكن لهذا القاصر رفع الدعوة بشكل شخصي ودون النائب الشرعي بخصوص كل ما يتعلق بالحقوق والالتزامات المترتبة عن عقد الزواج. يجوز لهذا القاصر رفع الدعوى بشكل شخصي ودون النائب الشرعي بخصوص كل ما يتعلق بالحقوق والالتزامات الناشئة والمترتبة عن عقد الزواج. وربما هذا شيء غريب في بعض التعديلات الجايه من بين المطالب الرئيسيه للمنظمات النسائيه هو استبعاد هذا الزواج زواج القصر. اضافه الى الاستبعاد سمح القضاء
سمح القضاء إضافة إلى هذا الاستثناء، سمح القضاء بقبول دعوى القاصد التي يرفعها بشكل شخصي، سمح القضاء بقبول دعوى القاصد التي يرفعها في مواجهة الشخص الملزم بالإنفاق عليه، سمح القضاء بقبول دعوى القاصد التي يرفعها شخصيا ضد الملزم بالإنفاق عليه. هذا الشخص قاصد في شغل أبيه، سمح القضاء أو يقبل القضاء دعوى هذا القاصد لإنزاله أديه بالإنفاق عليه. ويت على التدين، على التدين. إذا أغلب الحالات، هو النائب الشرعي للقاضي، هو الآن المدينة. واش ممكن تصوروا أن الآن يضع حوض أو تلبسوا؟ وبالتالي سمح المشرع للقضاء بالقاضي بإمكانية رفع دعوى ضد الشخص الملزم بالإنفاق لإنزاله للإنفاق على هذا القاصد. كما يجوز للقاصد تقديم طلب إلى القضاء كما يجوز للقاصد تقديم طلب إلى القضاء دائما بشكل شخصي من أجل إلزام الوصي أو المقدم، أي من أجل إلزام النائب الشرعي بتقديم حساب، عن إدارة أموال القاصد، عن إدارة أقوال القاصد. أما بخصوص أهلية الشخص المعلوي، فهي تقوم على التدليل القانوني. فالشخص المعنوي يتوفر على أهلية القاضي، بمجرد رفع الدعوى من قبلي، ممثله القانوني. الشخص المعنوي يتوفر على أهلية القاضي بمجرد رفع الدعوى من قبل ممثله القانوني. مجرد أن يتأكد القاضي أن هذه الدعوى رفعت من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي فهي تكون مقبولة شكلا. إذا قلنا بخصوص الأهلية، كما تعلمون فالقاضي من الأعمال والتصرفات التي قد تكون وقد تنفع، التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. ولذلك تم اشتراط ضرورة توفر أطراف الدعوى على الأهلية الكاملة، وتكون أهلية الشخص كاملة عند بلوغه 18 سنة، وعدم وجود عارض من عوارض الأهلية. كما يكون الشخص كامل أهلية إذا وصل 16 من عمره وتم إصدار أمر للقاضي المكلف بشؤون القاصرين باعتباره بمثابة شخص راشد
أي كتابة شخص بلغ سر الرسل مع عدم بلوغ هذا السر، وهو ما يسمى بالترشيد. الشخص المرشد أو القاسم المرشد له نفس الأهلية التي يتمتع بها الشخص الراشد. إذن بالنسبة للراشد والمرشد يجوز لهما اللجوء إلى القضاء أو إلى القاضي. ولكن إذا رفعت الدعوة من غير هؤلاء، أي من غير شخص، من قبل شخص لا يتمتع بهذه الأهلية الكاملة، أي غير راشد وغير مرشد، يحكم القاضي بعدم قبول هذه الدعوة، لا بد أن تصح المسألة بعد إنفراد صاحب المصلحة أو المعني بالأمر بضرورة تصحيح هذا الخلل. هذا بخصوص شرط الصفة وشرط الأهل. إضافة إلى هذه الشروط هناك شرط آخر، وهو يعد من أهم شروط التقاضي وشروط الدعوة، وهو شرط المصدر، وهو شرط المصدر. إذا كانت الصفة كما قلنا سابقا كلها تسأل، وأشكر هذا الشخص عنده صفة الجمال، المصلحة، المصلحة تكون لدى الشخص، المصلحة تكون لدى الشخص، المصلحة تكون لدى الشخص الذي يستهدف الحصول على فائدة أو منفعة، فالمصلحة تكون لدى الشخص الذي يستهدف الحصول على فائدة أو منفعة إذا تم الحكم وفق طلباته. فالمصلحة تكون لدى الشخص الذي يسعى أو يهدف إلى الحصول على منفعة أو فائدة إذا تم الحكم وفق طلباته، سواء تم الحكم وفق هذه الطلبات بشكل كلي أو بشكل جزئي. إذن فالمصلحة هي الفائدة أو المنفعة التي تعود على المدعي إذا تم الحكم وفق طلباته. فالمصلحة هي المنفعة أو الفائدة التي تعود أو يجريها المدعي إذا تم الحكم وفق طلبه. وقد تكون هذه المنفعة مادية أو معنوية، وقد تكون هذه المنفعة أو الفائدة مادية أو معنوية. وبشكل دقيق أو بعبارة دقيقة، بعبارة دقيقة، تتمثل هذه الفائدة، تتمثل الفائدة التي يسعى إليها المدعي، وبشكل دقيق، فالفائدة التي يسعى إليها المدعي تتمثل في رفع الضرر، في رفع الضرر والتهديد، في رفع الضرر والتهديد الذي يتعرض له حق المدعي. فالفائدة التي يقصدها المدعية رفع الضرر ودفع التهديد الذي يتعرض له حق المدعي أو حق من حقوق المدعي. فكل شخص أو كل من كانت حقوقه فكل شخص أو كل من كانت حقوقه مهددة، كل من كانت حقوقه مهددة ومعرضة للضرر، فكل من كانت حقوقه مهددة ومعرضة للضرر كان له
كان له مصلحة حمايتها عن طريق القضاء. كانت له مصلحة حمايتها عن طريق القضاء. لذلك تعد المصلحة لذلك تعد المصلحة أساس أو ركيزة وجود الدعوة. لذلك تعد المصلحة أساس وجود الدعوة. حيث يقال بأنه لا دعوة بدون مصلحة. إضافة إلى أن الدعوة أو إضافة إلى أن المصلحة هي أساس الدعوة، فهذه المصلحة هي معيار جدية التقاضي. أو هي التي تضمن جدية التقاضي. لأن وظيفة المحكمة أو وظيفة المحاكم تتمثل وتنحصر في رفع الأضرار أو رفع الضرر. لأن وظيفة المحاكم تتمثل في رفع الضرر والتهديد الذي تتعرض له الحقوق والمراكز القانونية. لأن وظيفة القضاء أو المحاكم تتمثل في رفع الضرر والتهديد الذي تتعرض له الحقوق والمراكز القانونية. إذن فكل شخص كانت مصلحته تندرج في إطار وظيفة القضاء أو له فائدة الاستفادة من وظيفة القضاء كانت له مصلحة إفادة الدعوة. إذن فالمصلحة أو الفائدة التي يبتغيها أو يستهدفها المدعي تتمثل في رفع الضرر والتهديد عن حق الحقوق. كل شخص كما قلت قلت عندما نتحدث عن البصر باعتبارها هي الفائدة، شنو هي الفائدة اللي كتستفاد؟ عنده شي حق؟ بعدين شنو؟ الشيء الأول الحق الحماية القضاء. المصلحة وفقا للفقه الحديث هي حاجة الشخص إلى الحماية القضاء، وهي مسألة معقولة. كذا قلنا ما دامت وظيفة القضاء هي حماية الحقوق والمراكز القانونية، ما دامت وظيفة القضاء هي رفع الأضرار اللاحقة بالحقوق، فيجب على المدعي من أجل أن تكون له مصلحة في رفع الدعوى أن تكون حقوقه معرضة للخطر، معرضة للضرر، مهددة باعتداء معين، وبالتالي في هذه الحالة تكون له مصلحة اللجوء إلى القضاء من أجل رفع هذا الاعتداء. إذا كما قلت المصلحة أيضا هي معيار أو ضابط لجدية القضاء. شنو هو المقصود؟ لأن المصلحة هي معيار أو ضابط لجدية القضاء. أن هذا الشرط للمصلحة عنده دور مهم في إبعاد الدعاوى الحيدية عن مساحة القضاء. له دور مهم في إبعاد الدعاوى الكيدية أو الدعاوى الصورية عن القضاء. بمعنى أي شخص
ما تعرضش الحقوق ديالو وحق الحقوق يعني خطر او اعتداء معين لا تقبل دعواه بدرجه من القضاء، لان دور القضاء هو حمايه هذه الحقوق الاعتداءات والاخطار المحدقه بها. لذلك كما قلنا فشرط المصلحه بمثابه معيار او ضابط لضمان وتامين جديه التقاضي واستبعاد الدعاوى السلبيه. كما تجدر الاشاره الى انه على خلاف شرط الصفه والهيئه فالمصلحه كشرط لقبول الدعوى فهذا الشرط يتعلق فقط بالمدعي او الشخص الذي يقيم الدعوه ولا يتعلق بالشخص المدعى عليه ميمكنش نفرض مصلحة حتى للشخص المدعي، وميمكنش تصوروا أن القاضي يكفي على إذا أن المصلحة ليست شرطا فقط لقبول الدعوة، بل تشترط هذه المصلحة لقبول أي طلب أو أي دفع أو أي طعن في الحكم الصادر للدعوة، بل تشترط هذه المصلحة أو ضرورة وفق المصلحة في كل طلب يقدم إلى القضاء أو في كل دفع أو في كل طعن أو في كل دفع. ولغياب هذا العنصر يجب أن تتوفر هذه المصلحة على مجموعة من الأوصاف مجموعة من الصفات أو مجموعة من الأوصاف، وبشكل خاص يجب أن تكون هذه المصلحة قانونية كما يجب أن تكون قائمة أو محتملة وحالة أو محتملة بخصوص الوصف الأول أو الصفة الأولى، المصلحة القانونية أو يجب أن تكون المصلحة القانونية. قلنا أن المصلحة هي فائدة أو المدفعة التي يهدف المدعي إلى تحقيق من وراء عرض النزاع أو رفع الدعوى إلى المحكمة. بقدر ما هي الفائدة هي المدفعة، وذلك الفرق أن الفائدة هي تبتدي رفع الاعتداء، رفع الضرر عن حق في حقوق المدعي، لأن هي المصلحة، ولكن المدعي غادي يطلب من المحكمة، تمكن واحد الحال، تمكن واحد التعويض، تبعد عليه واحد الضرر معين،
إلى غير ذلك. فهذا الاعتداء لكي طلب القضاء لإبعاده يولد على حق يقره ويعترف به الخالق. إذا كان الاعتداء يخص حقا معينا للمدعي ولكن هذا الحق لا يعترف به القانون ولا يقره القانون ولا يحميه القانون فهنا نكون امام ما يسمى بالمصلحه غير القانونيه. هنا تكون مصلحه المدعي للادعاء مصلحه غير قانونيه، وبالتالي يجب على القاضي الحكم بعدم قبول الدعوى لان المصلحه التي يتمسك بها المدعي مصلحه غير قانونيه. اذا قلت بخصوص هذا الشرط او الوصف يقصد بالمصلحه القانونيه، يقصد بالمصلحه القانونيه ان تكون الفائده او المنفعه المستهدفه تتعلق بحق يقره القانون ويحميه. أن يجب أن يكون الحق موضوع طلب الحماية، حقا قانونيا. وهذا ما يتناسب مع غرض الدعوة. وهذا ما يتناسب مع الغرض من الدعوة والمتمثل في حماية الحقوق القانونية. ويتم حماية هذا الحق سواء بخلال تقريره من قبل المحكمة إذا كان هناك نزاع بشأن هذا الحق، أو من خلال دفع الاعتداء عليه، أو من خلال الحكم بتعويض الضرر اللاحق بهذا الحق، وعندما يبحث القاضي في مدى قانونية المصلحة، المدعي فهو لا يبحث في وقائع نزاع. بل فقط يتأكد من مدى وجود نص أو قاعدة قانونية، تحمي هذا الحق موضوع الاعتداء.
فإذا وجدت هذه القاعدة، فإذا وجدت هذه القاعدة أي وجدت قاعدة قانونية تحمي هذا الحق، كانت مصلحة المدعي مصلحة قانونية. إذا وجدت هذه القاعدة القانونية كانت مصلحة المدعي مصلحة قانونية. إذا لم توجد أو في حالة عدم وجود هذه القاعدة القانونية، في حالة عدم وجود هذه القاعدة القانونية، فذلك يعني أن مصلحة المدعي غير قانونية. فذلك يعني أن مصلحة المدعي غير قانونية، وبالتالي يجب الحكم بعدمه، وبالتالي يجب الحكم بعدم قبول الدعوة، وبالتالي يجب الحكم بعدم قبول الدعوة. ولكي تكون مصلحة المدعي مصلحة قانونية، فيجب أن لا تستلب إلى مصلحة مادية أو اقتصادية خالصة لا يحميها القانون. فيجب أن لا تستند إلى مصلحة مادية أو اقتصادية لا يحميها القانون أو لا يخالفها القانون. كمثال على ذلك أن يقوم تاجر معين برفع دعوى ضد شخص قام بقتل زبون من زملائه. أن يقوم التاجر برفع دعوى ضد شخص قام بقتل زبون من زملائه ومطالبته بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة فقدان هذا الزبون. لكي تكون المصلحة
يجب أن لا تتعلق بحق غير مشروع، أي أن لا يهدف المدعي إلى دفع اعتذار وارد على حق غير مشروع، أي أن لا يهدف المدعي بالدعوى دفع أو رفع اعتذار على حق غير مشروع، لأن الحقوق غير المشروعة غير محلية أو غير جديرة بالحماية، لأن الحقوق غير المشروعة أو المخالفة للنظام العام والآداب فهي حقوق غير مشروعة وغير جديرة بالحماية. كمثال على ذلك قيام داعي معين برفع دعوى إلى المحكمة من أجل إصدار حكم يلزم المدين، بأداء الدين الناتج عن القمار، بإلزام المدين بأداء حكم ناتج عن القمار. أثير نقاش على مستوى الفقه حول مسألة معينة تتعلق بمدى إمكانية قبول الدعوة التي يرفعها شخص معين، بمدى إمكانية قبول الدعوة التي يرفعها شخص معين للمطالبة باسترداد ما قام بدفعه بناء على عقد أو اتفاق مخالف للنظام العام،
الشخص، هذا الشخص حسب الفطر، فهذا الشخص حسب الفطر له مصلحة، له مصلحة في رفع هذه الدعوة. فهذا الشخص له مصلحة في رفع هذه الدعوة، ولكن مصلحته ملوثة، تسمى على مستوى الحكم الإجرائي بالمصلحة الملوثة، ولكن مصلحته ملوثة. لماذا سماها الحكم المصلحة الملوثة؟ يعني كاين اعتداء، كاين ضرر، يبقى الشخص دار شي حاجة معينة وخدم المساهمة ديالو ولا سبب شي دخول ولا نتيجة تاع، ولكن ما تشا لأن العقد غير مشروع مخالف للنظام العام. إدارة استرداد هذا الشيء اللي يدفعوا أثناء إبراهيم. إذا هذا الاستمرار هو نتيجة إبراء واحد العقد، هذا الشخص اللي هذا الاستمرار تسمح له برم عقد غير مشروع. إذا هو عنده مصلحة في الاستمرار، بمعنى حقه يحكيه ولا يحكيه هذا الباب ودار اللي رده، ولكن هذا الباب أنا سلمه نتيجة عقد غير مشروع. مثلا خارج العقود، هاد شي شخص مثلا كان بيعطى رشوة لموظف معين، وبعد كيجي الحوار يطالب باسترداد ما بغيرش. إذا عندك المصلحة استرداد المبلغ، عندك الحق على هذا المبلغ، ولكن هذا المبلغ تبعتيه بناء على عمل غير مشروع او عمل مخالف للنظام العام. المصلحه في هذه الحاله سماها الفقه بالمصلحه الملوثه. فبعض الفقه او جانب من الفقه يقول انه في هذه الحاله يجب ان لا تقبل هذه الدعوه التي تستند الى هذه المصلحه الملوثه. ولكن اغلب الفقه والقضاء يسمح بقبول هذه الدعوة ولو كانت تستند إلى مصلحة ملوثة. أغلب الفقه والقضاء يسمح بقبول هذه الدعوة ولو كانت تستند إلى مصلحة ملوثة. لأن عدم قبول طلب استرداد، لأن عدم قبول طلب استرداد ما دفع، لأن عدم قبول طلب استرداد ما دفع بناء على عقد مخالف للنظام العام يعني تمكين الطرف الآخر بالعقد، يعني تمكين الطرف الآخر للعقد للاستفادة، يعني تمكين الطرف الآخر للعقد للاستفادة من عقد مخالف للنظام العام. مثلا لما انا مش واحد عقد لقيت مشروع مخالف للنظام العام، هذا يدعو المحكمه، كنطلب من المحكمه تسمع الشخصيه الربيه باش يدفع له بناء على هذا العقد. الا قلنا المحكمه السابعه ما تقدرش الدعوه، لان المصلحه ديالي ملوثه، لان هذا الشيء يتعلق بعقد مخالف للنظام العام قمت بإبراهيم. إذا ما قدرتش هي الدعوة، شو يعني أن ذاك الغير القضية يضيع طرف آخر من البعيرة، وبالتالي الحكم بعدم القبول يسمح للطرف الآخر بالاستفادة من عقد مخالف للنظام العام. لذلك كما قلت ذهب الحكم إلى أنه يجب قبول هذه الدعوة المبنية التي تقوم على مصلحة الدولة. إضافة إلى ذلك، عندما نقول بأن العقد مخالف للنظام العام، فهذا يعني أن مصير هذا العقد هو الدمار، ومن آثار الدمار
يرجعه الحال الى الاوضاع الى ما كانت عليه قبل التعب. ولارجاع الاوضاع ولارجاع الاطراف الى ما كانوا عليه قبل التعب فيقتضي او يجب رد كل ما دفعه شخص معين القيام برد هذا الشيء الذي دفعه الى صاحبه. يجب رد كل شيء قدم اثناء التعاقد الى صاحبه من اجل ارجاع الاوضاع الى ما كانت عليه قبل التعاقد. اذا هذا بخصوص الشرط الاول من الشروط المطلوبه في المصلحه او انصار المصلحه. فاضافه الى ضروره ان تكون المصلحه قانونيه كشرط ثاني يجب ان تكون المصلحه قائمه او شرطا يجب ان تكون المصلحه قائمه او محتمله. إذا خلال الشمس وجوب الاعتداء على حق من حقوق المدعي ويطلب من المحكمة دفع هذا الاعتداء وبشرط أن يكون الحق موضوع الاعتداء هو حق قانوني يكرم ويعترف به ويحميه القانون كما يجب أن يكون هذا الاعتداء قائما بالفعل على هذا الحق أو مشيكا الوقوع وهو ما يسمى بين قوسين بالمصلحة المحتملة إذا تطلب التوفيق فالحصة إن شاء الله.